الموضة ايه دلوقتي؟ في الاساس نفسه في الاساس او في المودرن مثلا او بص احنا عندنا كذا لاين، في اللي هو الكلاسيك وفي اللي هو النيو كلاسيك وفي المودرن يعني. فلو هتكلم مثلا على الكلاسيك، احنا لسه عندنا برضو ستايل اللي هو الفرنش وكده، بس هو الجديد في الكلاسيك دلوقتي ان احنا بنستخدم نفس الديزاينز مثلا القديم، يعني بيبقى في شغل هاند ميد بس الخشب الوانه بتتغير. يعني مثلا هتلاقي الوان على لون الخشب الطبيعيه، هتلاقي مثلا بنستخدم الوان الشامبين وما بقيناش مثلا الجولد اللي هو بتاع زمان الناس كانوا بتضايق منه، اللي هو الذهبي الصريح. الصريح ما هو دي مشكله، ان هو لا ده خلاص بقينا نستخدم حاجات مناسبه للوقت اللي احنا قاعدين فيه، اللي احنا فيه دلوقتي يعني، مناسب للعصر يعني. الشامبين الالوان اللي هي على لون الخشب دي حاجات ميكس بقى، يعني كنبه مثلا كلها كوفرد وحتى مثلا ترابيزه نحاس، مع انها ده شويه ميكس بين الكلاسيك والمودرن يعني. اللي هو الستايل ده يعني هتلاقي كله كوفرد بس الترابيزه هي المختلفه، ممكن تعمل تاتش زي كده دايما. والبورتري مثلا برضو نفس الحاجه، ده برضو يعتبر كلاسيك. انا بحب اعمل ميكس قوي بين اللاينز يعني في الفرنتشر، وانا بحب برضو الفكره ما احبش ابقى تقليديه او في اللون حتى في الستايل يعني، لازم الواحد دايما يطلع بره شويه المألوف بس في نفس الوقت انه الناس تقتنع بيه ويعجبهم.